حلوه البدايات على راي الهضبه، بدايات قويه جدا الحقيقه لكريستيانو على ملعب الاولد ترافورد مع مانشستر يونايتد، لكن الاهم انك انت تحافظ، الاهم انك انت تستمر على القمه، وده اللي نجح فيه كريستيانو رونالدو على مدار مشوار طويل جدا، سواء كان مع المان يونايتد في البدايات او مرورا طبعا بواحده من اهم المراحل في مشواره مع ريال مدريد ووصولا لليوفي، لكن الاهم رونالدو النهارده 36 سنه بيمضي عقد جديد مع المان يونايتد لسنتين قابله للتمديد لسنه ثالثه، 36 سنه وما زال محافظ على نفس القوه ونفس الرشاقه ونفس المهاره، نفس المعدل البدني، وده يمكن واحد من اهم اسرار تفوق كريستيانو رونالدو في الملاعب. خدوا بال حضراتكم، سان كشفت على خريطه رونالدو ازاي، وده واحده من الحاجات اللي اتمنى من لاعبتنا خصوصا الشباب الصغير اللي طالع واللي شايف قدامه صلاح والنني وتريزيجيه وغيرهم ان هم يتعلموها. العقليه جزء كبير جدا من سر التفوق، ازاي لاعب حقق هذا الكم الكبير جدا من الالقاب والنجاحات والبطولات، لاعب فاز بافضل لاعب في العالم وحقق بطوله تشامبيونز ليج وحقق القاب كثيره جدا وارقام قياسيه كثيره جدا، ما زال عنده الرغبه، ازاي بيوجد لنفسه الدافع، ازاي بيبذل الكم الكبير جدا من المجهود مش بس بقى جوه الملعب وفي التدريبات. تعالوا نشوف مع حضراتكم سان البريطانيه قالت ايه. قالت على اسلوب حياه او لايف ستايل بتاع رونالدو وقدرته على انه يحافظ على المعدلات البدنيه رغم وصوله لسن يعتبر كبير في عالم كره القدم وخصوصا في مركزه كمهاجم 36 سنه، لكن مازال عنده قدرات بدنيه رائعه ولا زال بيمتلك سرعه كبيره جدا. التقرير ده ركز على مجموعه من الحاجات اللي تعود كريستيانو رونالدو ان هو يواظب عليها طول مشواره، طبعا بيشتغل تدريبات بدنيه داخل الجيم بشكل كبير جدا وبيركز فيها جدا، واللي يمكن نقطه بتميزه نقطه الارتقاء، تحس دايما في بعض الالعاب الهواء اللي بيلعبها كريستيانو رونالدو انه عنده قدره انه يقاوم الجاذبيه الارضيه، ودي بيشتغل فيها تدريبات مقاومه من العيار الثقيل، بالاضافه طبعا نظام غذائي غايه في الدقه وبيحافظ عليه بكل ما اوتي من قوه، بيحاول دايما ياخد اوقات راحه كافيه، واتكلمت على انه واحد من الناس القليله جدا الحقيقه اللي بيتدربوا بعد انتهاء المباريات على طول، يعني مش بيخلص الماتش يريح، لا ده عنده حرص شديد جدا انه بعد كل مباراه ان هو يخش في جرعه تدريبات بتبقى دايما داخل حمام سباحه. بعد ما بينتهي من تدريبات اللي هي داخل حمام السباحه بيبقى عنده بعض الاجهزه اللي بيمتلكها بشكل شخصي كريستيانو رونالدو، منها جهاز علاج بالتبريد، وده جهاز تقريبا يعني قيمته حوالي 50,000 استرليني، ويمكن واحد من اوائل اللاعبين اللي كانوا بيعتمدوا عليه كان نجم البايرن ونجم منتخب فرنسا فرانك ريبيري. الجهاز ده باختصار شديد جدا بينتج نيتروجين سائل لمده 3 دقائق، الثلاث دقائق دول كفيله انه يدخل جسمه في حاله تجميد كامله، وده بيساعده بشكل كبير جدا على عمليه الاستشفاء، بيتغلب من خلاله على وجع العضلات وبيقلل من حاله التورم اللي بتحصل لجسمه بعد المجهود الكبير، وده بيخليه عنده قدره على انه يبقى جاهز للماتشات اللي جايه بعد كده او للتدريبات اللي هيدخل فيها بعد كده بشكل كامل. كمان بيمتلك حمامات سخنه وحمامات بارده بتشتغل على عمليه تحفيز العضلات، بينما عنده اجهزه ثانيه بتقوم بعمليه تدليك كامل عضلات جسمه، وحريص جدا 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 وهو بيأكد على النقطه دي انه ينام كل يوم 8 ساعات بس مش في سريره، عنده كبسوله مخصصه للنوم. ده برنامج حياه كريستيانو رونالدو اللي ساهم بشكل كبير جدا انه يحافظ على مستواه، ومن ورا ده اقرا زي ما انت عايز بقى ازاي العقليه دي شغاله وازاي العقل ده بيفكر. بمناسبه كريستيانو وبمناسبه ميسي اللي رجعوا لمانشستر يونايتد واللي راحوا لبي اس جي، خلينا ناخد لقاء مع انطونيو فيريرا مدرب حراس مرمى فريق شختار الاوكراني السابق، ونتكلم معاه كمان على قرعه الشامبيونز ليج. بدايه طبعا شكرا على وجودك معانا في السادسه على شاشه الاهلي. مرحبا بكم، انا مسرور بتواجدي معكم، هذا شرف لي ان اتواجد على هذه المحطه الكبيره. قبل ما افتح معاك ملفات الشامبيونز ليج وفرص شختار، وقبل ما اتكلم برضه في ملف حراس المرمى، خليني اكلمك بدايه عن رايك في اهم صفقتين في الميركاتو اللي حصل السنه دي، انتقال ميسي لبي اس جي وانتقال او عوده بقى رونالدو لمان يونايتد. من وجهه نظرك هل قادرين على النجاح، وهل قادرين على مساعدة فرقهم في تحقيق أهدافهم سواء بالبطولات المحلية أو بطولة دوري أبطال أوروبا؟
أعتقد ذلك بالطبع. هؤلاء لاعبين رائعين جدا، يستطيعون أن يستمروا لمدة حتى 10 سنوات، نتمنى ذلك. أعتقد أني لا أستطيع أن أفكر في غير ذلك. طوال الوقت هؤلاء اللاعبين يحققون المزيد من النتائج الناجحة دائما أولا بأول، وكانت مفاجأة بالطبع هذا الانتقال، ولكن تغيير الأندية لم يكن مفاجأة بالنسبة لرونالدو، ولكن كان مفاجأة بالنسبة لميسي أن تلعب لبرشلونة ما يزيد عن 20 عاما ولم يغادر البلد لطوال هذه المدة، كانت مفاجأة. لكن بالطبع أنا أؤمن أن ميسي يستطيع أن يحقق الإنجازات مع باريس سان جيرمان. بمناسبة الكلام عن الناديين دول، مين من وجهة نظرك الأندية، وإحنا بنتكلم طبعا على قرعة تشامبيونز ليج، مين الأندية اللي فرصها كبيرة في تحقيق اللقب السنة دي من وجهة نظرك؟ هذا العام ليس سهلا أن ترشح فريق يستطيع أن يصنع المفاجأة في الشامبيونز ليج. صعب على العديد من الأندية، وصعب على العديد من الناس أيضا أن تخمن في فرق إلا باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، تشيلسي، مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ، ريال مدريد. هذه الفرق هي المرشحة دوما، أما الفرق الأخرى لا تستطيع أن تحدث المفاجأة في وجهة نظري. بمناسبة كلامك عن ريال مدريد، وكأنه اتفاق موقع ولكنه غير مكتوب، أنه دايما شختار يقع في قرعة تشامبيونز ليج مع نادي الريال، فالقرعة أوقعته أو يعني من حظه جه برضه في نسخة تانية مع في مواجهة ريال مدريد وفي مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وشارييف المولدوفي. هل ظلمت القرعة شختار من وجهة نظرك؟ أعتقد أن شختار اعتاد على ذلك، هذا يحدث مع شختار منذ مدة، يعني اعتاد على ذلك. وقعنا مع مانشستر سيتي لمدة 3 أعوام متتالية وكذلك ريال مدريد، فمباريات ضد مانشستر سيتي كانت صعبة جدا، فلم تكن مفاجأة بالنسبة لي. نحن نعرف أننا سنقع مع فريق كبير، لعبنا مع ريال مدريد العام الماضي والآن نلعب مع ريال مدريد هذا العام ومع إنتر ميلان أيضا. الأمر كان مختلفا في العام الماضي، أعتقد أنه سيكون مختلفا هذا العام أيضا. ريال مدريد فريق كبير، ولكن على أرض الأمر لن يكون وعلى أرض لن يكون الأمر سهلا. أعتقد أيضا في الإنتر ميلان، أعتقد أيضا الأمر سيكون صعبا أمام الإنتر ميلان كذلك. فالفريقان يضمان لاعبين رائعين، ولكن أيضا شختر لديه فريق رائع. دربت أو توليت مسؤولية تدريب حراس مرمى شختر في 5 مواسم متتالية. خلينا أتكلم معك شوية عن ملف حراسة المرمى، وأنا ابتديت كلامي بميسي ورونالدو، موهبة فطرية وموهبة مصنوعة. هل ده ينطبق كمان على حراسة المرمى؟ هل من الممكن أنه مركز حراسة المرمى يكون حارس مرمى مصنوع عن طريق وسائل تدريب، عن طريق أجهزة، ولا بالضرورة أن تكون في موهبة فطرية؟ لا، أعتقد أن الحارس يستطيع، يجب أن يكون لديه مهارة أكثر من أن تصنع حارس مرمى، لأن إذا ارتكب خطأ واحدا يستطيع أن يكلف الفريق الكثير. ولكن الخبرة والمهارة تجعله أن يركز في المباراة بشكل أكبر ويحمي عرين فريقه. وإذا كان لدى الحارس فريق جيد، بالفعل يجب أن يكون الحارس على نفس المستوى الفريق. إذا لم يكن لديك فريق رائع ولديك حارس رائع، بالطبع لا تستطيع أن تؤدي بالشكل المطلوب، فالحارس يحتاج لفريق على المستوى كذلك. على مستوى العالم، مين من وجهة نظرك أفضل 3 حراس مرمى بالترتيب؟
At the moment, I think. أعتقد الآن. I think for the next years, I don't know. It's all the time the number one, but. لا أعتقد Roma, أعتقد أن نرشح دونا روما. لا أستطيع أن أقول في المركز الأول، لكن دونا روما هو الأفضل but, الآن. Number one exactly now. أعتقد الآن الناس تتكلم عنه كأنه الأفضل في العالم، لكن هذه أول منافسة كبرى لدونا روما على ما أعتقد مع فريق كبير أن يلعب مع بي إس جي عكس ما كان يلعب مع إي سي ميلان. الأمر يختلف الآن، أعتقد في السنوات المقبلة سنرى، فالاستمرارية هي الأهم. إذا كان يستطيع أن يؤدي مع فريق قوي أم لا. وكذلك حارس ريال مدريد تيبو كورتوا، الأمر يبدو أسهل، ولكنه أدى في العديد من البطولات قبل ذلك. فأعتقد دونا روما رغم أنه لديه أنه صغير السن، لكن أرشح دونا روما. يوجد العديد من الحراس أيضا أكبر سنا وأمهر منه، الحراس الألمان بطبيعة الحال. الأمر رائع أن نرى هذا الكم من الحراس المرشحين. تجاهلت أسماء بحجم مانويل نوير حارس بايرن ميونخ وتير شتيجن حارس البارسا. For my ideas, for the clubs, normally for the coach I work, I prefer Ter Stegen. أعتقد كمدرب حراس مرمى أنا أرشح تير شتيجن، هو الأفضل في هذه المرحلة. لكن على مستوى الفريق الألماني، المنتخب الألماني، مانويل نوير هو الحارس الأول. لكنه يضع العديد من المباريات على المحك بالمخاطرة. الحارس يجب أن يكون على قدر المسؤولية، لا أن يلعب بجنونية مفرطة. على مدار سنين طويلة جدا تألق كثير من اللاعبين الأفارقة في ملاعب الأوروبية ولعبوا في أكبر الأندية الأوروبية، لكن على مستوى حراس المرمى كان الموضوع يعني أقل بشكل أو بآخر. الفترة الأخيرة شفنا تألق لحراس مرمى أفارقة، يهمني أعرف رأيك في مستواهم. بكلم على سبيل المثال أونانا أو على سبيل المثال مندي مؤخرا في تشيلسي الإنجليزي، وهل تألقهم كمان بالمناسبة ممكن يساعد على تكرار التجربة أو انتشار حراس مرمى أفارقة في الملاعب الأوروبية؟ أعتقد أن أداء إدوارد ميندي في تشيلسي يعتبر رائعاً هذا العام. هو بالطبع أعتقد أن يوجد حراس مرمى يستطيع أن يفعلوا كذلك من قارة أفريقيا. أعتقد أننا سنرى في المرحلة المقبلة هذه فرصة لنرى العديد من الحراس المرمى الأفارقة. لديكم في أفريقيا حراس رائعين يستطيعوا أن يحققوا نفس المستوى. من المهم جدا أن يكون لديك مصدر للمواهب في أفريقيا. فأن تخرج حارس مرمى مولود في أفريقيا يستطيع أن يتأقلم مع هذه الأجواء، هذا أمر جيد. أفريقيا الآن تغير العالم. لديك الآن العديد من المواهب التي تستطيع أن تصنع الفارق مع العديد مع الأندية الأوروبية. لديك الموهبة والقوة، ونرى الآن في بطولة دوري أبطال أوروبا العديد من المواهب من قارة أفريقيا. هل خليني أسألك برضو فيما يتعلق بناحية التدريب والتجهيز، هل تطورت أساليب وطرق تدريب حراس المرمى؟ إيه التطور اللي حصل عليها من وجهة نظرك في السنوات الأخيرة، واللي أدى يمكن أعتقد كمان أنه ساهم بشكل كبير جدا في أنه معدل أعمار حراس المرمى تجاوز أرقام يمكن ما كناش متعودين عليها في السنين السابقة؟ أعتقد أن الأمر الأهم مع ذلك أن تجد المدرب حراس المرمى الملائم لهذه الأساليب. هو الذي سيلاحظ الأخطاء وهو الذي سيركز عليها،
لكن هذه الأساليب بالفعل هي جزء من العملية وليست العملية ككل. بالفعل هي طورت كثيرا من أداء حراس المرمى، ولكن الأخطاء حارس المرمى يجب أن يركز على الأخطاء أكثر من أي شيء، أن يعالج أخطاء. فالمدرب هو من يدعم حارسه، هو من يقف بجانبه ويصحح أخطاء. وهو الذي يعطيها الثقة أكثر. أعتقد أننا لدينا الآن حراس مرمى على المستوى، لكن إذا ارتكب خطأ أو خطأين في المباراة فسيتحمل مسؤولية المباراة بسبب الضغط الواقع على حارس المرمى بالتحديد. حارس المرمى يجب أن يكون مؤهلا ذهنيا ويستمتع بالمباراة قبل أي شيء. أنطونيو فريرا مدرب حراس المرمى السابق لنادي شختر الأوكراني، بشكرك طبعا على وجودك معنا في السادسة. وبعد الفاصل هيكون معنا بيبيتو المصري، لو الاسم أو اللقب غايب عليك وعايز تعرف مين، تابعنا في السادسة بس بعد الفاصل.